الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فإن بحثنا عن معنى يقرب لنا الفهم الصحيح للإسلام أو للمسلم أو لشخصية المسلم لم نجد تعريفا أفضل ولا أجمع ولا أشمل مما عرفه به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في بيان أركان الإسلام أم حقيقة الإسلام وحقيقة المسلم. فعندما جاء جبريل عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يبدو عليه أثر السفر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء حلوه ومره خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. والصحابة يتعجبون، الرجل يسأل والنبي يجيب والرجل يقول صدقت. فلما انصرف قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلمكم أمور دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم الحقيقي لا يكون منه أي أذى للناس. ولما ذكروا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة إلا أنها تؤذي جيرانها قال: هي في النار. فالمؤمن الحقيقي من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والمسلم الحقيقي من سلم الناس كل الناس من لسانه ويده، والمهاجر الحقيقي من هجر ما نهى الله عنه. وعندما سأل النجاشي ملك الحبشة سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عن الإسلام قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله تعالى إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكما قدمه سيدنا جعفر بن أبي طالب في تعريفه بالإسلام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. الإسلام دين مكارم الأخلاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا أيديكم، وكفوا ألسنتكم، أضمن لكم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحيي
وما بين فخذي أضمن لكم الجنة. المؤمن سهل هين لين يألف ويؤلف، والكافر فظ غليظ لا يألف ولا يؤلف. الإسلام دين الرحمة، دين الإنسانية، دين مكارم الأخلاق، دين الصدق، دين الأمانة، دين الوفاء. هذه هي الأخلاق التي علمها لنا ديننا. فمن التزم بأخلاق الإسلام كان داعيا إلى الإسلام بأخلاقه بسلوكه بعمله. أما من تسمى بأسماء المسلمين وانتسب إليهم وكان حاله غير ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم من الصدق والأمانة والوفاء والرحمة، فإنه يصد بسلوكه عن دين الله وعن سبيل الله، ولا يكون جديرا بتمثيل دينه الذي أمرنا بمكارم الأخلاق، وأن نكون رحمة للعالمين كل العالمين. فنبينا نبي الرحمة، وديننا دين الرحمة، دين الإنسانية، دين اليسر، دين التسامح، دين الوفاء. نسأل الله أن يوفقنا لخدمة ديننا، وأن يجعلنا من المسلمين الصادقين ممن قال فيهم سيدنا رسول الله المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وأن نحرص على ذلك وأن نحوله إلى واقع عملي في سلوكنا. أسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.